أكد رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة من بكركي ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي، لافتا بعد لقائه البطريرك الراعي إلى أن مسألة الشغور تهم كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين. بسبب الأوضاع المتطورة في المنطقة والتي تقتضي عملا حقيقيا ودؤوبا وواضحا لإنهاء حالة الشغور، لأن استمرارها يؤدي بالدفع إلى بلبنان إلى السقوط في أتون هذا الوضع المتأزم في المنطقة. والحقيقة مرة أخرى أن موضوع الشغور الرئاسي ليس هماً محصوراً بفئة من اللبنانيين، وليس قاصراً على مشكلة مسيحية، بل هو مسألة تهم جميع اللبنانيين وتهم أيضاً العرب، لأن هذا البلد اللبناني الوحيد هو البلد الذي فيه رئيس مسيحي في كل الأقطار العربية. الرئيس القوي هو الذي يستطيع أن يؤمن مجيء أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب إلى مجلس النواب، وهو الذي يستطيع أن يؤمن حصوله على 65 نائب. هذا هو الرئيس القوي، وبالتالي آن الأوان لكي ندرك هذه الحقائق وبالتالي أن نتصرف على أساس منها.